الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة كاملة دائمة كما صليت به عليه قبل أن يظهر في الأكوان، وكما أمرتنا أن نصلي عليه، وكما صلى عليك فكما صلى عليه جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، وكما تحب ربنا وترضى قياما بحقه وحقك لدينا يا رب العالمين. اشرح صدورنا ويسر أمورنا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عن مقربنا إلى حبك. اللهم فقهنا في أمور دينينا ودنيانا وأعنا على ذلك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما أقمتنا فيه، وأعنا على ما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا مما أقمتنا فيه، ولا تحجبنا بما أقمتنا فيه عنك يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغربي على متن غير التقليد القادر الشجاع رحمه الله تعالى في كتاب السادة الشافعية. وآخر جزء يتعلق بالصيام هو قول التطوع، في قوله قول المصنف والشارح: وسكت المصنف عن قول التطوع وهو مذكور في المطولات، ومنه صوم يوم عرفة وعاشوراء وسبعاء وأيام البيض وستة من شوال. هذا كلام سيدنا ابن قاسم الغربي. يعلق عليه الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى في قوله: وسكت المصنف عن قوم التطوع، أي التنفل، لأن التطوع يعني مرادف النافلة، والنافلة هو ما زاد عن الفرض، أي التنفل وهو التقرب إلى الله تعالى بعبادة ليست فرضا. ويحرم على المرأة صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه، بخبر الصحيحين. صوم التطوع مش صوم قضاء رمضان، يعني صوم التطوع تستأذن زوجها طالما زوجها عايش معها، إنما لو كان صوم فريضة لها أن تكون دون أن تستأذن. ولكن ما تتحرش الأيام اللي هو مثلا يكون مقيم معها فيها وتصوم الفريضة طالما الأمر على الساعة، عشان ما تغلبش عليها، لأن المعاملة تبقى كويسة، يعني يبقى في شفقة ومودة ورحمة، مش نحاول نهين بعض. ده ما بيطلع دلوقتي الستات الأولى بهيجة بالجالة والرجالة دي الستات، ونسبة الطلاق ارتفعت شديد ما كناش نسمع عنها. يعني قرأت مقالة في الأهرام الأسبوع الماضي بيقول يعني من 40 إلى 50% من الزيجات في خلال 5 سنين الأولى يحدث طلاق، نسبة ما سمعناش عنها حاجة عجيبة بقت ظاهرة. ده دليل على فشل معاملة المرأة للرجل ومعاملة الرجل للمرأة، فشل خلاص، ده فشل ذريع في الصبر. فلازم ايه؟ يعني الرجل يتنازل قليلا والمرأة تتنازل قليلا من كل شيء طموح، لأن الجواب ده عبادة، والقيام والمحافظة على البيت ده عبادة، عبادة مستقلة، يعني زي الصلاة وزي الصيام. إنشاء أسرة دي عبادة، واستقرار الأسرة وتربية الأولاد دي عبادة كبيرة. فلازم الواحد ما يفتكرش ان الزواج ده يعني مجرد علاقه اجتماعيه كده وخلاص، لا، هي علاقه دينيه وخطيبه. فلازم الواحد يتحمل قليلا وما يهملش ايده بسهوله، والكلام ده موجه للشباب وموجه للنساء كذا. يبقى ويحرم على المراه صوم التطوع وزوجها حاضر الا باذنه، لخبر الصحيحين: لا يحل لامراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. والمعنى في ذلك أنه يضعفه عن العمل المطلوب في يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يوم عيد في العبادة ويحتاج أعمال كثيرة
قد يضيف الصوم عن القيام به، منها التذكير مثلا لصلاه الجمعه، منها القيام الجلوس في المسجد مده طويله ينتظر الامام، منها الذكر من صلاه العصر الى المغرب لانها يقال بساعه الاجابه في هذه اللحظه في هذا الوقت. فالحاجات دي كلها قد تفوت اذا صار يوم صار بعد الامام ومن يدعي عليه الفضائل دي كلها. القراءة هنا قراءة كريمة. لكن اللي متعود على الصيام تلاقيه في يوم الجمعة ويعمل كل الأعمال الجمعة عاد عنده قراءة سورة الكهف، يصلي على النبي 1000 مرة، يقعد في الجنة عادي بقى كتير اللي متعود. لكن يوم الجمعة لازم الواحد يوظف أموره كده، يبقى عنده صلاة على النبي 1000 مرة يوم الجمعة وعنده قراءة سورة الكهف، ولو استطاع يقرأ على عمران كمان كل جمعة حلوة ورا فيها حديث والمخطط في المسجد والخطبة اللي كان بيخطب أو يسمع والأذكار الأوراد اللي هو معتاد يقولها كتير بقى عقده عليها اللي هو معاهد نفسه بينه من رب واجب عليها بكل يوم جمعة عشان موظفها من قبل، فيقول أوراد بتاعته بعد الفجر كده شروق الشمس وبعدين ينطلق إلى بيته أو قسم الجمعة ويتصرف له وبعد يقوم ويريد الصيام ويرجع المنزل. لأن التفكير تصور أنت مثلا لو جبت أنت جمل وذبحته وتصدقت بيه كلفك قد إيه الجمل ده؟ كلفك مش أقل من 8000 جنيه. شكل الجمل وتذبحه وتتصدق بيه 8000 جنيه. ده غير بقى القلق والمجهود في السوق. أنت ممكن تعمل الحكاية يوم الجمعة لو جيت على الساعة 7 الصبح في المسجد أو 8 وقعدت الحال بما يدخل الإمام يخرج كأنك قدمت بدنك كل جمعة 8000 جنيه سهل. ولو جيت على الساعة 9 كأنك قدمت بقرة، ولو جيت على الساعة 10 كأنك قدمت كرش أكرم. يعني فضائل كثيرة الناس بيضيعوها على بعضهم وهو متصور ربنا أخبرنا مش مستني نجيب له جمل عشان تذبح، هو سبحانه وتعالى يرزق كل بلد مش مستني تتبقى كل بلد، هو بس دي فضائل فلازم تحرص. فكل الفضائل دي قد يضيعها الطالب لمن لا يعتاد الصبر، مش كده النبي صلى الله عليه وسلم حديث على امك. فعندك فضائل اخرى ما تضيعهاش وتضيع اليوم انك صايم ونايم طول النهار قد تكون تحرم يمك، فما تختار يوم تاني بقى غير يوم الجمعه. يبقى يضعفه عن العمل المطلوب في يوم الجمعه وكذا افراد يوم السبت أو الأحد لخبر لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فإن لم يخرج ذلك بل وصله بما قبله أو بما بعده فلا ترى. وأما صوم بقية الأيام فمستحب، فيستحب صوم يوم الاثنين والخميس، بل يتأكد ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما وقال انهما يومان تعرض فيهما الاعمال فاحب ان اعرض عملي وانا صائم. وألف بعض في الحديث الثاني في يوم الاثنين يوم ولدت فيه ويوم مددت فيه ويوم اموت فيه، في روايه لو كانت ضعيفه الا انها معبره بطرق كثيره، يعني كانه تنبا حتى بيوم وفاته. وتنبا ايضا بمكان دفنه، كان يقول الانصار الحياة معكم والموت عندكم، كان يقول لهم، وكان يقول ما بين قبري ومن بالي روضة من الجنة قبل ما يعرف قبره فيه وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا يخبره بالمغيبات لأنه نبي، ونبي يعني ينبئ بالغيب، إلا من اصطدم الرسول عالم الغيب فلا يظهر عليه إلا من اصطدم الرسول. فإذا النبي كان بيحتفل بيوم ميلاده أسبوعيا. فأحب أن أرى العمل وأنا صائم، ويستحب أيضا صوم يوم الأربعاء شكرا لله تعالى على عدم ما أهلك به الأمة فيه كما أهلك فيه من قبلها. يعني في بعض الأمم هلكت يوم الأربعاء، أهلكها الله يوم الأربعاء، عشان كده إيه يستحب صيام يوم الأربعاء شكرا لله على ذلك على أن ربنا نجانا. يوم الأربعاء هو يوم الأربعاء يوم النحر بس ده حديث يعني لا بنفتح.
لكن في أمم سابقة هلكت يوم الأربعاء، فيستحب الصوم يوم الأربعاء شكرا لله على أن نجدها. بس هل في علة في تخصيص يوم الأربعاء؟ لا، وأنا بقول لك العلة شكرا لله على عدم هلكته من مريض غير مشكلة. ويستحب صوم يوم المعراج بلقى طبعا الوهابية، الوهابية برضوان من البداية طبعا احتفل بالمولد النبوي ويوم رأوا المعراج وزيت المسلم شعبان بيعدوها وكتبنا كتبهم هذا النوع بدع على الله تولي الزائرين يدعين بالنبوي هم لم يسأل فيها في النوايا ولا يأخذوا في المساجد يذكروا الله ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فشيء عظيم. العجيب ان النبي لم ينهى لم ينهى عن صيام يوم إسراء والمعراج، لم ينهى، فازاي تتم؟ مو النهي ده تشريع، فهو لم يجي ينهى يعني تشريع، يبقى هو المبتدع لأنه هو اللي جاب حاجة جديدة نهى، والنبي سكت، النبي سكت، ما أمر ولا نهى، تيجي أنت تنهي ليه بقى؟ يبقى أنت اللي جايب شرع جديد، يبقى رمتني بلاقيها أو مسلم. فالذي يحتفل بها يقولون انت مبتدع، طب وهل النبي نهى؟ علشان انا ننسى اللي تلف فالنهي من عندي وينصوا ينصوا ولا يخص شهر رجب بثياب كانوا كده الكتاب. طب ورجب مش من اشهر الحرم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث العام صم من الحرم وافطر، صم من الحرم وافطر، صم من الحرم وافطر، حديث صحيح وهو من اشهر الحرم. يقول لك لم يرد فيه، ازاي لم يرد؟ هما الحديثة والتي شيء عجيب، يعني شيء عجيب التطلبات عجيبة، هو بس في حب مخالفة الأمة وإحساسهم إن هم يبقوا هم الفاهمين والأمة كلها مخطئة على مرض الرسول والقلوب أنهم هذه الشهوة، فربنا ينجيهم مما هم فيه. ويستحب طول يوم المعراج ويوم ليالي فيه الشخص ما يأكل بعض سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يذهب بيت الصبح بعد ما يصلي الصبح يسأل على طعام لا يمس عين وسيح. برضه الانسان تروح البيت ما تلاقيش اكل ومعكش فلوس، تنوي الصيام مش تشتكي تقول احنا عارفين نعيش، احنا مش لاقيين ناكل، وتملى الدنيا شكوى. لا، ما يصحش، ما يصحش. سنة المسلمين عندهم رضا بقضاء الله، قناعة برزق الله، ولما ربنا يمنع يرى العطاء في المنع، ولما ربنا يعطي يرى ان احنا في العطاء، لان العطاء يتطلب الشكر، والشكر تكليف ذاتي، فهل هتؤديه بحق ولا لا؟ فكان يرى المنع اقرب لله من العطاء، لان العطاء قد تنسي النعمه المنعم، مش كده؟ لكن عدم الوجدان يؤديك انك تلجا لربك فيخليك ترحم على الله اكثر. وعشان كده الفقير مع الرازق والغني مع الرزق فرق كبير، عشان كده الفقراء اقرب الى الله من الاغنياء، لان الغني يتعامل بالرزق مع الله بالرزق، مشغول بالرزق ده الغني، طب الفقير مشغول بالرزاق. تيجي تساله هتاكل النهارده يقول لك ربنا ما ينساش حاجه، هو معهوش حاجه، يوم يلجا لربه على طول. انما الغني يقول لك هتاكل النهارده يقول لك وريني منين، وريني مليان عمران، فهو مع النعم والثاني مع المنعم، فرق كبير، فرق كبير. فمن ضمن السنن اللي الناس مش واخده بالها منها ان هو لو ما لقاش اكل في بيته ولا نفقه ينفقها ينوي الصيام، لكن ما يشتكيش، سنن ميته. ويوم لا يجد فيه الشخص ما ياكله، ويكره صوم الدهر غير العيدين، يكره ان الواحد يداوم على الصيام طول ايام ما عدا طبعا ايام المنهي عنها اللي هي في خمس ايام ما تصومهمش، يوم الشرك ويوم النحر وثلاث ايام تشريق، دول اللي منهي عن الصيام، بحيث انه لو صام يحرم ولا ينام، يأثم ولا ينام الصوم. لكن بقيه الايام كثير من العلماء والاولياء والاقوياء كانوا يصوموا الظهر طول السنه طبعا ما عدا الايام، بس الشر لا يضر، فمن ضعف عن القيام باعباء الحياه وما يتطلبه الله منه يبقى يعني عليه يلتزم بالسنه، يصوم الاثنين ويصوم الخميس، يصوم ثلاث ايام دي الشهر العظيم
وهكذا يمشي يومين او يصوم يوم او يفطر يوم لو ما قدرش يعني لو عايز يكسر اكتر. ولكن لو قدر يصوم الدهر مع القيام باعلاء متطلبات الحياه لا بأس لا بأس. ويكره صوم الدهر غير العبادة وايام التشريق لمن خاف ضررا او فوت حق ولو مندوبا. ويستحب لغيره لاطلاق الادله ويستحب لغيره يعني لمن لم يفوت حق ولا مندوب ويستطيع الصيام يبقى يستحب له يبقى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكثير من الصحابه والاولياء والصالحين كانوا يداومون الصيام طول العام وكانوا يقوموا بعبادتهم كما هو مطلوب. قالوا ومنه صوم يوم عرفه من ضمن الايام المهمه المطلوب صيامها بل المؤكد صيامها لغير الحاج يوم عرفه وهو تاسع للحجه. ممتع تقول للحجه وللحجه بكسر الحاء وبالكسر يقول لغتان صحيحتان. وهو تاسع للحجه وصومه يكفر الذنوب سنه قبله وسنه بعده. يبقى لما بيحجش يصوم يوم عرفه يكفر الذنوب سنه قبله وسنه بعده وسنتين يعني. طب واللي بيحج يكفر كل الذنوب يبتدي بقى صفحه جديده. فاللي بيحج ده خلاص عدى كل السنين كفرت خلاص كانه اتولد. واللي مش هيحج ومش قادر يحج يصوم يوم عرفه يكفر سنه اللي قبلها وسنه جديده يبقى نعم. يكفر الذنوب سنه قبله وسنه بعده كما في خبر مسلم صيام يوم عرفه يكفر السنه التي قبله والتي بعده بعده مقدما يعني اه مقدما يا اخي ذلك فضل الله في من يشاء. لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم تصرفت لكم. يبقى ربنا ممكن يغفر مقدما يغفر مقدما لا يعوز شيء لا يسال عن ما ده فضل الله في من يشاء. الامه دي اسمها الامه المرحومه حتى الانبياء كانوا يتمنوا يبقوا منها. فالحمد لله اللي ربنا جعل وكرامتها كلها من كرامات نبينا الحمد لله كل كرامتها استمدته من كرامات نبينا صلى الله عليه وسلم. هو الرحمه للعالمين مش هيخص بقى امته بزياده رحمه ده كان هو للعالمين. يبقى مش هيخص بقى امته بزياده رحمه خصها بزياده رحمه حتى انها اطلق عليها الامه المرحومه. فالحمد لله الذي علمنا منه. امين. والتي بعده والاحوط صوم الثامن معه يعني ايه؟ هنشطب الشفائيه بس شويه يعني احتياط كده. هو احنا عندنا اصلا التسع ايام الاولانيين مستحب مش كده برضه مش الثامن وبس ده من اول ذو الحجه اشتغل لحد عرفات تفطر 70 على ذو الحجه كده برضه السنه اللي كانت اجدادنا حتى يعملوها كنا نشوف اجدادنا وجيراننا والناس كلها واحنا اطفال كده كل الناس ليها قلب كانه رمضان. دلوقتي ايه من كثر ما الوهابيه صرفوا الناس عن مثل هذه الاعمال تلاقي بس قلب قلب الحاجات ما بقتش يعني شائعه. فتيجي الصوم يقول ما وردتش صلاه. طب ما هو من نفس كسول يا مصدق ما وردتش صلاه حاجه تعني. يبقى الاحوى الصوم الثامن معه بل ينذر صوم ما قبله من العشر. ومحل نذر صومه لغير الحاج اما هو فان عرف انه داخل عرفه ليلا سن له صوم والا سن له فطر. يبقى افرض هو هيروح يوم عرفه هيوصل يوم عرفه بالليل يبقى يسن له ان يصوم النهار لانه مش متلبس بالحج لسه. ما احنا عندنا يعني ركن عرفه اللي هو ركن الحج ده يحدث للحظه في منطقه عرفه سواء ولو هواء عرفه يعني ولو في الطياره نعدي بالطياره كده محرم في هواء عرفه في لحظه ما بين الظهر ظهر يوم عرفه الى طلوع الفجر يوم النهر. فاي لحظه من محرم ومعدي في عرفه انعقد حجه صح حجه ولو نائم ولو نام يعني ولو مغمى عليه. شفت ايه رقم. فلو كان هو هيوصل عرفه طبعا الاكمل في عرفه ان يجتمع عليك الليل والنهار ده الاكمل. ودي سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان تحضر في عرفه نهارا
وتفضل دي لا تنطلق حتى تطلع الشمس عشان يبقى تاخد الليل والنهار. وعند الشفاء يستحب الدم لمن لم يجمع الليل والنهار تعب وينعقد حمل صحيح. يستحب الدم ولا يجب، واخد بالك؟ يعني لو انت وقفت في عرفه من بعد صلاه الظهر كده وجيت على العصر عايز تلحق نفسك تروح مزدلفه بدري بدري قبل الزحمه، يبقى يستحب تحقق دم وينعقد حمل، واخد بالك؟ ده راي الشفائي. يبقى فإن عرف أنه يصل عرفة ليلا سن له صومه، وإلا سن له فطره. لو هو عارف أنه هيوصل عرفة نهارا يبقى يسن له. يبقى ربنا يتعبدنا للصوم ويتعبدنا للفطرة، يعني تفطر عباد زي ما أيام التشريق وزي الحج في يوم عرفة، يبقى عبادة الفطر كويس. يبقى ربنا سبحانه وتعالى رحمته بينا واسعة. قول وعاشوراء بالمد، وحكى بعضهم القصر زي المصريين يقول لك عاشوراء، ها القصر تمشي. وهو عاشر المحرم، وصومه يكفر السنه التي قبلها، سنه واحده التي قبلها، لقوله صلى الله عليه وسلم صوم عاشوراء احتسبوا على الله ان يكفر السنه التي قبلها، اللي هو ايه يسموه مسلسل عاشوراء عن ابي قتاده. ان شاء الله انا بدي اقول لكم في عاشوراء ان شاء الله. والاقوى الصوم يوم قبله ويوم بعده. الاقوى في عاشوراء صوم يوم قبله اللي هو تسعة، ويوم بعده اللي هو 11. قوله ايام البيض، اي ايام الليالي البيض، وهي الثالث عشر وتاليات، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، اللي هو يبقى فيها القمر يعني مكتمل. والاقوى الصوم الثاني عشر معها. والبيض صفه الليالي في الحقيقه كما علم من التقدير السابق، وصفت بذلك لانها تبيض بالقمر من اولها الى اخره، وكذلك يسمى صوم ايام الليالي الطول، وهي الثامن والعشرون وتاليات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم اخر ثلاث ايام من كل شهر عربي، واول ثلاث ايام من كل شهر عربي، ويصوم الثلاث ايام الاواخر، ويصوم الاثنين والخميس. الله لما تحسب تلاقيه يصوم من الشهر اكثر من حوالي 18 يوم، 14 يوم من الشهر. يبقى صيام النبي كان يفوق صيام سيدنا داوود، اللي هو كان يصوم يوم في يوم معناه يصوم في الشهر نصه، النبي كان يعدي. لكن تواضع النبي يقول افضل الصيام صيام داوود، وما جابش سيره نفسه من باب التواضع وانكار الذات، والا يرى انه فاعل، بل يرى ان الله هو الذي فعل فيه، فلا يكتب لنفسه الفضل بل الفضل بيد الله. فلما كلما نسبت الفضل لله كلما زادك فضلا، وكلما نسبت الفضل لنفسك كلما حرمت الفضل، لان بالظبط كانك حرام نسبت الايه؟ لمن لا يملك انه يملك. والحكايه كلها لا حول ولا قوه الا بالله. وكذلك يسمى صوم ايام الليالي الطول، وهي الثامن والعشرون وتلياه، والاحوى صوم السابع والعشرين معها على قياس ما مر في ايام الليل، وصفت بذلك لثواب جميع الليل فيها لعدم القمر. قول وستة من شوال، أي لخبر من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. فإن صيام رمضان بعشرة أشهر، ما هو الحسنة العشرة أمثال، لما يكون شهر يبقى كأنه صام ثوابا ثواب عشر شهور كويس. وصيام الستة من شوال بشهرين لأنه 60 يوم، فذلك كصيام السنة. يبقى ده نبي أمي يعني مش فاهم جاهل، هو الناس متصورة أمي يعني جاهل، لا ده الأمية في النبي كمان. الأمية لا تقتضي الجهل، بل الأمية في النبي تقتضي كمال العلم من الله، فلم يتعلم من أحد حتى لا يكون معدل الكل صلى الله عليه وسلم، هو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالأمية في حقه الكمال آية، آية من آيات الفقه، أما في حق غيره نقص. والأمية في حق غيره نعم. فلا يصح واحد أمي لا يقرأ ولا يكتب يقول إيه يعني ما النبي أمي؟ الملكية يكتبوه لأنه عابة في شخص النبي.
لو في قاضي ملكي يقعد عليه يجيب شهود ويقتل يحكم عليه بالاعدام. ليه؟ لانه اساء للنبي، لانه نفى النقص في نفسه الى النبي. فالاميه في حقه نقص والنبي الاميه في حقه كمان. لكن الاكل الوهابيه كلها. ما انا بقول لك شوف الخطوره، ليه؟ لان العيب في ذات النبي صلى الله عليه وسلم وفي شخص النبي كفر، لانه هو الدين. النبي هو الدين، ربنا سماه الدين. مش قال وطعنا في الدين لما قالوا راعينا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين؟ هم طعنوا في الدين، ده طعنوا في النبي. فربنا خد الطعن في النبي طعن في الدين، فسمى الدين وسمى الناس. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فالنبي لكل حال هو ده مراد لم تكون أصلا، هو ده الإنسان الكامل، هو ده كل حاجة. فعشان كده الملكية رأيهم معتبر لدرجة إن القضاة الشافعية العصور، لأن الإمام ابن حجر العسقلاني كان قاضي الشافعية في العصر، فكان لما تجيله قضية مثل هذه القضايا اللي فيها نوع سب للنبي، الشافعية رأيهم إيه كقضاة شافعية؟ يقول لك مستفيد، فإن تاب نعذره ونقول له ما تعملش كده تاني وخلاص، لأنها برضه إيه كفر فيستتاب، كأنها ردة فيستتاب، حكمها حكم الردة. لكن القاضي المالكي يقول لك حتى ولو تاب يقتل لتعلقها بحرب الجناب النبوي، لكن التوبه تفيدنا في ايه؟ انه يقسم ميراثه على اولاده ويدفن في مقابر بس. دي فايده في التوبه، لكن هو هيتقتل هيتقتل. فكان ابن حجر العسقلاني يقول ايه؟ يقول لك لما كان يجي قضيه زي دي كقضاة الشافعيه نكتب عليها يتحول للقاضي الملكي. كانوا يتعبدوا الله بالحفاظ على ايه؟ على حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. حرمة النبي عندهم هي حرمة الدين، هي حرمة القرآن، هي أشد. إذا كان الكعبة حرمة المؤمن العادي أشد من حرمة الكعبة، عايز إيه في النبي؟ يبقى النبي حرمته عالية صلى الله عليه وسلم. فيبقى الأم ده يعرف يحسبها، يقول لك إن صيام ست من شوال ورمضان هي صيام الدهر، يحسبها الحسبة الرياضية دي إلا إن كان أعلى من خمس. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحاجه والناس تساله يعني ايه يا رسول الله؟ يحكي لهم ويعلمهم ويفهمهم، جاء معلما للبشر جميعا. وربنا سبحانه وتعالى ضمن عليه الا يجلس حتى وهو طفل يتعلم قراءه الكتاب من غير فلاح، فلا يكون احد له يد عليه بل تكون يده على العالمين صلى الله عليه وسلم. ولذا جعل الامنيه في حقه كمال وعلامه صدق وعلامة إخبار بالغيب. فإن صيام رمضان بعشر أشهر وصيام الستة من شهر من شوال بشهرين فذلك كصيام السنة، والمراد أنه كصيامها فرضا، وإلا فلا خصوصية لذلك، لأن الحسن بعشر أمثالها والأفضل صومها متصلة بيومين. والافضل صومها متصله بيومين، دي افضل كيفيه صيام الست من شوال، ان يبدا من ثاني يوم شوال ويجيبوه متصله، دي افضل كيفيه. طيب متتابعه، وان حصلت السنه بصومها غير متصل، فلو صامها متقطعه طول الشهر تحصل السنه، وغير متتابعه تحصل السنه، بل متفرقه في جميع الشهر، وان لم يصم رمضان كما نبه عليه بعض المتاخرين. يعني في ما صامش رمضان ده عذر مثلا، جاله مرض فات الشهر كله، خلص رمضان الحمد لله فات، له ان يصوم ست شوال ويبقى يقضي رمضان عليه. وممكن يحسب صيام ست شوال قضاء مما عليه والسنه في ان واحد، يجوز عند الشافعيه ان يجمع الاثنين. يقول جمع الاثنين. السؤال ده كتير بيسألوه الستات، يقول لك ينفع اصوم سته من رمضان واحسبهم كمان ايام الحج اللي في رمضان؟ تبقى دول مع بعض ينفع عند الشافعيه. وان لم يصم رمضان كما نبه عليه بعض المتاخرين، والظاهر كما قاله بعضهم حصول السنه بصومها عن قضاء او نذر او الم. والظاهر كما قاله بعضهم حصول السنه بصومها عن قضاء او نذر، يعني لو صامها عن قضاء او نذر تحصل سنيه ايه؟ سته من شوال. فصل في بيان احكام الاعتكاف.
نقرأ كلام الشيخ في الهامش. فصل في أحكام الاعتكاف، وهو لغة الإقامة على الشيء من خير أو شر. يبقى عتف على الشيء يعني أقام عليه، تفرغ له، دي معناها اللغة. سواء هذا الشيء خير أو شر، طالما أقام على شيء معين يبقى اسمه عتف عليه. وشرعا تعريف الشرع ايه؟ إقامة بمسجد بصفة مخصوصة. لازم إقامة بمسجد بصفة مخصوصة، يعني بنية مع مصر مع صوت على الاستحباب، مع خلوه من موانع الاعتكاف كالحيض والنفاس المرأة وغير ذلك. أن يكون المسجد له شروط تقام في الجمع والجماعات حتى لا يضطر إلى الخروج، كما نوضحها على ذلك. يبقى شرعا إقامة بمسجد بصفة مخصوصة، والاعتكاف سنة مستحبة في كل وقت، وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره لأجل طلب ليلة القدر. نقرأ كلام الشيخ البيجوري على كلمتين دول. فصل في بيان أحكام الاعتكاف، كان الأولى الترجمة فيه بكتاب، كان حقه يقول يعني إيه بدل فصل في أحكام الاعتكاف كان يقول كتاب في أحكام الاعتكاف، كما فعل في المنهج سيدنا زكريا الأنصاري في كتابه المنهج اللي هو ايه اختصر فيه المنهاج من هذه القرين من الاول، اختصر بكتاب من منهج سيدنا زكريا الأنصاري. فايه فترجمه في كتاب المنهج سمناه كتاب الاعتكاف، حيث قال كتاب الاعتكاف لاستقلاله. وان اجيب عنه يعني ممكن نجاوب هنا للفصل بانه كتاب للصوم، من حيث انه يسن له ان يعتكف صائما، لان عندنا يسن عند الشافعيه يعني عندنا لما نقول عندنا واحنا شافعيه يبقى عند مين؟ يعني عند الشافعيه. يسن ان الانسان يعتكف صائما، يسن عند الشافعيه، لكن عند الاحناف وكذا اظن المالكيه وقوي عند الحنابله لا يصح الاعتكاف الا مع الصوم، فعندهم الصوم شرط من شروط الاعتكاف. لكن عندنا يصح الاعتكاف من غير الصائم فان صام استحب له عشان تكتمل العبادات. يعني ان من حيث انه يسن له ان يعتكف صائما خلافا لمن اوجب او اشترط الصوم لصحه كالاحناف. وبين الشافعيه والاحناف مناقشات صفحات طويله، عشان الاحناف يثبتوا ضروره الصوم مع الاعتكاف، والشافعيه يرد عليهم بصفحات اطول عشان يثبتوا لهم ان الصوم مش ضروري لصحه الاعتكاف لكن يستحب. مناقشات طويله ولا تحلفش، على فكره ما تحلفش، يناقشوا بعض والشافعي يفضل شافعي والحنفي يفضل حنفي، ما يجراش حاجه. حلو الخلاف ده، حلو بقى ما يجراش حاجه، ما ينفرقش الامه يعني، لانها خلاف فهوم يعني مش مساله عقائد. والكل حديث ان هو يصل الى طاعه الله ورسوله، من حيث انه يسن له ان يعتكف صائما ولذلك ذكره عقيبه. يبقى قال لك ليه هو بيعتذر للشيخ ان المسمى قصدي ما عنديش كتاب؟ قال علشان يعتبر الاعتكاف مرتبط بالصوم، لانه اصلا مرتبط برمضان وفي العصر الاواخر ده افضل صور الاعتكاف، هو مرتبط بالصوم، ولان الصوم يستحب بل يجب الصوم عند مذاهب اخرى، فدي نوع من الارتباط والعلقه بالصيام، فممكن علشان كده يعتبروا فصل من الفصول المتعلقه باحكام الصيام. دي العذر اللي هو ايه بيعتذر بيه للشيخ اللي هو القاضي اللي شجاع انه خلاه فصل ما سمعوش كتاب. لكن من حيث الصنعه الفقهيه كان افضل من كتاب، من حيث بقى الصنعه. وعشان كده لما وصلت الصنعه الفقهيه في العصور المتاخره بعد كده الى النضج الكافي من حيث التقسيم للابواب والفصول وغيرها، بداوا يخلوا الاعتكاف كتاب مش فقط. كويس؟ وعشان كده في عصر الامام ابن زكريا الانصاري لما وصل الى النضج بقى في التصنيف والتقسيم سموه كتاب ما سموهوش. واحكامه اربعه. احكامه يعني ايه؟ يعني حكم الشيء يعني ايه؟ يعني هو حرام ولا واجب ولا مستحب ولا جائز ولا مكروه؟
ادي الاحكام بتاعته، لكن هو احكامه تدور بين اربعه احوال، لانه لا يتصور ان يكون مباح، لا يتصور ان يكون مباح، هو اما حرام او واجب او مستحب او مكروه، ولا يتصور ان يكون ليه، لان ما اصله الندب لا تعتريه الاباحه، دي قاعده، ما كان اصله الندب لا تعتريه الاباحه، كويس، دي قاعده، يعني اي شيء مندوب ما تعتريهوش الاباحه، ما اصله الندب لا تعتريه الاباحه، يعني ما يتصورش ان يبقى له صوره مباحه، كويس، ادي معنى لا تعتريه، يعني لا يتصور ان يكون له صوره مباحه، ولكن تكون له الصور كلها الا الاباحه. فالاعتكاف مثلا المحرم يكون حرام في ارض مرطوبه، افرض مسجد مبني على ارض مرطوبه واعتكف فيه بعد اعتكاف محرم، او اعتكفت المراه بغير اذن زوجها، اعتكاف محرم، يبقى يتصور اعتكافه حرام كده برضه. وقد يكون الاعتكاف مستحب زي العشر الاواخر من رمضان، معروف انه مستحب مش كده برضه، وقد يكون واجب كان ينذر نذر الاعتكاف صار واجبا كده برضه، وقد يكون مكروه، هيجي لك امثله على ذلك، وقد يكون مكروه زي اعتكاف البنات والستات اللي هم ايه يسموه في كتب الفقه ذوات الهيئات، يعني ست جميله او مشهوره او معروفه وبعدين تعتكف وتكون مشهوره، تقول لك هذا الفنانه الفلانه هي اللي هي ثابت معتكفه في المنزل الفلاني، وتلاقي الناس حاسين جميل يتفرجوا عليها، دي بقى ده اعتكاف مكروه، ده اعتكاف مكروه، ليه؟ لانهم دي مشهوره والناس هيتلموا عليها، مشهوره اولا لانها كانت مثلا ايه مشهوره بجمالها، يبقى برضه عرضه للناس لفت عليها، او مشهوره بشخصيتها فعرضه ان الناس برضه تفتن وتفضل تحاول تقابلها، اذا كانت هي من ضمن المسؤولين عشان تنزلهم وتأشر لهم وتقبل لهم مصالحهم كعضو مجلس الشعب او شيء من هذا، فيبقى ايه مكروه. وعشان هو احكامه اربعه، فانه قد يكون مندوبا وهو الاصل فيه، الاصل ان الاعتكاف حكمه النذر، ده الاصل مستحبا، وواجبا بالنذر، ويكون واجب بالنذر، وحراما كما اذا اعتكفت المراه بغير اذن زوجها، ومكروها كما اذا اعتكفت ذوات الهيئات باذن ازواجهم، حتى ولو باذن ازواجهم طالما هم ذوات الهيئات، قلنا ذوات الهيئات ايه؟ هم الجميلات او المشهورات، ولو مش جميل مشهوره بس، او اللي هي ليها هيئه معروفه، حتى لو احتجبت من طريقه مشيتها او لبسها مش لازم، معروف ممكن تكون تخينه او شله اول ما تمشي، ده تخينه او رفيعه قوي قوي معروفه رفعها، او طويله قوي قوي تقوم تشوفها كده مهما احتجبت، معروفه ان دي فلان، يبقى كل دول اسمهم ذوات الهيئات، فدول ذكرى اعتكافهم في المساجد يعني، لكن لهن ان يعتكفن ولكن في بيوتهن وليس بحكم الاعتكاف، يسموها بقى ايه خلوه، صوفيه يسموها خلوه، يعني عايزه تختلي برضه وتتعبد قدامه، يبقى تعمل لها خلوه خضرا في بيتها كده، تلبس فيها وتقعد تتعبد وما تخرجش منها الا للطعام او لدوره المياه ثم تعود مخصوص، يبقى دي اسمها خلوه مش شرط. ولا يكون مباحا، لان القاعده ان ما اصله النذر لا تعتريه الاباحه، دي القاعده. والاعتكاف مصدر اعتكف ويكون لازما فقط، لازم يعني ايه؟ يعني ما يحتاجش الى حرف جر ليتعدى الى مفعول، او ما يحتاجش الى مفعول كده برضو. واما عكف فيستعمل لازما ومتعديا، يعني هو كتبها ومعتديا، بتكتبها متعديا مش كده؟ انت عندك متعديا متعديا، انا عندي معتديا، هي هذا هو متعديا، في حد عنده معتديا بيه؟ متعديا ما انت لو نقول بكره هتجمع على كتاب في حقك ايه؟ سنه. بس بقى مستحب. كده برضه؟ يصير مستحب. دول علماء يا عم ما يقدروش
قاعدين في القاعده لما يكونوا اسبوع في اخوهم 100 سنه. ما انا بقول لك يقعدوا يقلبوا في اخوهم السنه ويتنافسوا ويموت جيل ويطلع جيل ويموت جيل ويطلع جيل ويقعدوا في الاخر لحد ما تطلع لك قاعده كده. فانت بقى لك قاعده كده بسهوله في كتب المسلمين. المسلمين امه دقيقه. يقعدوا يدربوها ويتحرروا ويعملوا سنين قد تستغرق هذه السنوات اجيال. وفي الاخر يروح القاعده. يعني خلاص بقى. يعني ازاي؟ فالقواعد اللي وضعها المسلمين دي مش سهله. مش سهل انك انت تختلف. والاعتكاف مصدر اعتكف ويكون لازما فقط، واما عكف فيستعمل لازما ومتعديا. يقال عكف يعكف يعكف بضم الكاف وكسرها من باب نصر وضرب عكفا وعكوفا. ويقال عكفته واعكفه. عكفته واعكفه عكفا. فهو كرجع ورجعته ونفض ونقص ونقصته. ويسمى الاعتكاف ديوارا. لا ديوارا يقول لك مجاور. مجاور حتى كان زمان يقول لك المجاورين. المجاورين في الازهر يعني المعتكفين. كان في طلبه مجاورين معروفين يعني معتكفين في المسجد لطلب العلم يقعدوا كده سنوات. فيبقى مجاور يعني معتكف. ويسمى الاعتكاف ديوارا. ومنه ما في حديث عائشه وهو مجاور في المسجد اي معتكف فيه. والاصل فيه قبل الاجماع. الاصل يعني الدليل. يبقى الاصل فيه اي الدليل في احكام الاعتكاف. دليل الشروع المشروعيه يعني. قبل الاجماع لان احنا عندنا الادله قبل الاجماع الكتاب والسنه وبعدين الاجماع. والاصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى جيب لك الكتاب اهو. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. والسنه وخبر الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاوسط من رمضان ثم اعتكف العشر الاواخر ولازمه حتى توفاه الله تعالى. واعتكف العشر الاول ايضا. وورد انه اعتكف العشر الاول من شوال. ومعلوم ان منه يوم عيد الفطر وهو لا يبقى برأي الشافعيه من ضمن ادلتهم يعني ان ايه؟ ان مش شرط الصوم وعشان تبقى اعتكافك صحيح ان النبي اعتكف العشر الاول من شوال وكان منهم عيد الفطر ويحرم صومه. تقولوا ايه يا احمد؟ احنا بيقول لك الخصوصيه. ده الحديث ضعيف. يعني المهم يفلتوا. المهم هيفلتوا بقى. خد بالك منهم. احنا بنستهليه. احنا يعني مذهب يعني على فكره مشيد قوي. لما تخش تقرا كتابهم مقتنع. قول له مفيش. تيجي تقرا اللي بيرد عليك يقول لك والله كلام بقى. كلهم حلوين. كلهم حلوين وعندهم ادله. عشان كده الاحسن تمشي على مذهب وخلاص وايه وتحترم الامه كلها. تمشي على مذهب وتحترم كل الامه. زي ما تعودنا كده طول عمرنا الامه متعوده ان انت كل المذاهب موجوده وكل الناس بتحب بعض. الا بدات الوهابيه في اخر الزمان عايزين يمشوا الناس على راي واحد واي حد يخالفه بيتعذبوه. الحكايه دي ما نعرفهاش امه المسلمين ما تعرفهاش. كانوا يبقوا ماشيين مع بعض كده المشايخ يقول لهم انت بتقول ايه لو شافعي مثلا شيخ شافعي والشيخ بتاع حنفي والاثنين ساكنين قدام بعض وماشيين بعد صلاه العشاء كده يتمشوا يتحولوا بقى. يقول له ايه رايك يا فلان عندكم يعني عند الاحناف يعني هل يجوز للرجل ان يتزوج ابنته من الزنا؟ مسألة عندهم. يقول له الحنفي يقول له لا يجوز حرام قطعا لانها بنت من مالي. شكله يقول لي ايه رأي اللي عندنا يا ابني؟ لأن العبرة بالبنوة بالعقد ولا عقد. شفت المناقشات؟ هو خلصوا المناقشة كده وصلوا البيت ما تتفضلش تشرب شاي طب السلام عليكم وعلى حبايبي ولا اتخانقوا ولا قلبوها الأسد ولا أنت مسترع ولا أنت ضلال ولا عادي وهم ماشيين كده يتكلموا عادي. وبعدين قال لهم بعد شاي وثاني يوم عدوا على بعض الصلاة الفجر يصحوا بعض عادي حبايبي. طول عمر الامه كده على مر العصور على فكره ما عرفناش الازمه بتاعت ان لازم نمشي على راي واحد دي واللي يخالفني بعدوي
وما قضيش وراه وشغله الا البدعه المصيبه اللي احنا شفناها في الزمن ده. لكن طول عمر المسلمين كل واحد يفهمه وكل واحد يحترم الثاني وفهم الاخر، كل حكايه سهله وعايشين حلوين كده. فعايزين نرجع حلوين تاني. ايوه. لا تسمع لهم ولا تتعرض لهم. هو النبي قال لنا كده في الرؤيا. اول ما جاب الشيخ الدكتور عبد محمود عبد المحسن استاذ اصول الفقه في كليه اصول الدين، زميل الدكتور محمد ربيع عميد كليه اصول الدين الحالي الجهل محمد ربيع الجهل صديقه الشيخ محمود عبد المحسن. الشيخ محمود ده كان متعاقد في المدينه المنوره وهو شباب، كان مدرس لسه واخد دكتوراه، كان عنده من 30 سنه. فلما راح قبل الاراء بتاعتهم دي والتزمت ولازم الناس تمشي على راي واحد واللي بيقولوه طبعا في حق نبينا مات وانتهى ومش عارف الكلام اللي بيقولوه ده، وشد لحد المسجد وشد لحد القبر والكلام من اللي جاي اللي بيصور الدم. فطبعا هو الشيخ محمود عبد المحسن مش حد يعني، طول عمره راجل اجتهادي وخواجي وراجل بفتحه وصلي على النبي كتير وحاجه كده يعني راجل حلو. فلما سمع الكلام ده اتقبض بقى مش طايق يقعد، وفي نفس الوقت مش عايز يسيب المدينه جوار الناس، فبقى حيران. فشاف الرسول في ظهره صلى الله عليه وسلم قال له ايه النبي؟ قال له كده، قال له لا تسمع لهم ولا تتعرض لهم. ورؤية النبي حق، رؤية النبي حق. وكان في أيام ما كنت ببني المكان ده جبت راجل يركب العداد بتاع الجامع من شركة النصر اللي بتاع الباص، رحت قدمت على عداد الجامع قلت له وجايبه معايا في العربية. فيقول لي الجامع بتاعك اسمه ايه؟ قلت له مسجد الأشراف. قال لي على فكرة من أشراف الصعيد نفس الوادي العام اللي موجود. قلت له خلاص من قرايبي الحمد لله، ربنا يشفينا بسنة رسول الله على خير حال. صلى الله. قال لي على فكره انا ما بتحملش اصلي مع الجماعه يا دول يقول لك محمد بن عبد الله كده وما اقولش سيدنا محمد. بضغط قوي لدرجه ان انا كنت ايه ما اقدرش اصلي الجماعه وهم بيقيموا الصلاه، لحد ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وقال لي ايه؟ صلي وراهم ومعلش. فبقيت اصلي وراهم. فيعني الخلاصه انك تصلي وراهم ولا تسمع لهم ولا تتعرض لهم. بس. قال الحكم خلاص. خدناه من مين؟ من فم النبي صلى الله عليه وسلم. هم الدكتور هم اللي اتعرضوا لهم هم اللي خلاص معلش انت اعرض عن الجاهل. اعرض عن الجاهل. لكن انت ما تعملوش كده. انت ما تعملوش كده. ينفع ان احنا يوم عاشوراء لا بس بالعكس احنا نفرح لان الحسين ده نال الشهاده نال الشهاده بعد الصبر على قتل اهله امامه، كل ذلك من اجل ارساء مذهب هام يعني قاعده هامه من قواعد الحكم هو ان يعود الحكم شورى. فقال نام شهيدا بعدما يعني صبر على ابتلاء شديد فرفع مقامه. النبي جاله في الرؤيا قال له تكثر عندنا يا حسين. فاحنا مش حزنانين ولا حاجه، ده قدر الله في امه الناس وربنا بيكتب الخير كله. اكثر الناس احسن يعني اشد الناس بلاء ايه؟ الانبياء ثم الصالحون ثم الانفس. فكلما كانوا اقوياء في الايمان ومقامهم عالي عند الله كان بلاءهم شديد. فانت لا تنظر للبلاء لكن انظر لشده البلاء، بل انظر لشده الايمان الذي اقتضت شده البلاء. فهمتني يا ازاي؟ هم سيدة شباب اهل الناس احباب النبي دول. انما التانيين بيبالغوا يعني بهذا الحلم ده. احنا ابدا بالعكس ده احنا بنحلم على اللي عايش، عشان كده اللي عايش احنا بنعزيه. لما حد بيموت انت بتروح تعزي من الميت ولا لحد؟ عشان لسه حي. اه والله. يعني توصل له معلش الدحيله كلنا لها، ربنا يسهل ان شاء الله نتفضل وربنا لا يكرمنا بعض ولا يحرمنا اجره. يا رب لا تفضل. مش معنى الكلام كده؟ والله ما عزمنا عليه كده.
العزاء معناه انه هو ما زال في الامتحان وما زال حيا يمتحن، والاخر ما عنده بركه الى الله. دي حقيقه العزاء. فالمسلمين عشان كده ما بيكرهوش الموت بل بالعكس هم يحبوا لقاء الله. كل المسلمين على فكره عشان كده الامريكان مش عارفين يحلوا اللغز ده، ايه الجماعه اللي مش عارفين يحلوا اللغز ده؟ وهم حريصين على الحياه حقيقيه مش عارفين يحلوا اللغز ده. لكن اللغز ده محلول عندنا ليه؟ لان احنا عندنا ومن جزا خير الاضرار، وان الحياه فتنه، وان الحياه حجاج، وان الحياه تشريف، وان الاخره تشريف، وان هكذا. فدي رحمه مش مشكله يعني. ومعلوم ان منه يوم عيد الفطر اللي هو من عصر اللي هو عيد عصر اللي هو من شوال، منه عيد الفطر وهو لا يجوز صومه، فعلم منه انه لا يشترط له الصوم خلافا لمن ذهب الى اشتراط من الائمه كالاحناف وقد اعتكفت ازواجه من بعده، وروي من اعتكف فواق ناقه، برضه بيرد على الاحناف لان الناقه الدوله المسيحيه لا يجوز الاعتكاف اقل من يوم وليله، واشترط الصوم، فرد على جزئية الصوم وعايز يرد على جزئية اشتراط اليوم والليل. فبيقول كده: وروي من اعتكف سواق ناقة فكأنما اعتق نسمة. وسواق الناقة بضم الباء ما بين الحلبتين، كاتبها الحبلتين. هي الحلبتين. الحلبتين. ما بين الحلبتين. ما لها من فإنها تحلب أولا ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب ثانيا. أنا بقول لكم علشان أنتوا بقى ما عندكوش دماغ فمش فاهمين آداب الحلب بتاع الدماغ. كان عادة العرب اللي عندهم نوق يعني يحلبها الأول. واخد بالك؟ وبعد ما يحلبها يجيب ابنها يرضع. يقوم ابنها يرضع تحن، يقوم يكسر اللبن. يقوم بعد كده يروح رضيع حلبها الحلبة الثانية بعد رضاعة الفصيل. يبقى الحلبة الثانية دي اسمها فواق. الفرق بينهم بين الحلبتين اسمه الفواق. اللي هي فترة رضاعة الفصيل قبل الحلبة الثانية. ادي ايه؟ وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم عربي فيقول لهم ايه؟ من اعتكف فواق ناقة. يعني القدر بقدر ما بين حلبتين الناقة. دي حاجة بتاعت مثلا ربع ساعة نص ساعة. واخد بالك؟ فكأنما اعتق نفسه. بفتحات الرقبة وهو بمعناه اللغوي من الشرائع القديمة. يبقى بيرد الرد الثاني على ان يجوز الاعتكاف فترة زمنية وليلة ولا يشترط اليوم والليلة بالدليل الثاني ده كويس؟ وعشان كده الشافعي يقول لك يجوز انك انت تنوي الاعتكاف ولو هتقعد المغرب الاخر في الجامع، لو هتصلي فترة التراويح بس وتروح انوي الاعتكاف. والتراويح بتاخد ساعة مثلا في الجامع غير عندنا، عندنا احنا بتاخد ثلاث ساعات ونزلنا لانها تراويح جملي شويه. لكن في تراويح دميه بتخلص في نص ساعه كمان، تنوي فيها اعتكاف. المهم يعني كل ده يجوز عند الشافعي انك انت الفتره حتى الفتره اللي جالس فيها مثلا في درس علم تنوي الاعتكاف، كل ده عند الشافعي جاهز. ولو ايه؟ لحظه بسيطه. يعني هتروح في الجامع ولو لحظه بسيطه. يسموها لحظه بسيطه يعني قليله يعني. وهو بمعناه اللغوي اللي هو الاعتكاف الوقوف على الشيء يعني الاقامه على الشيء ده معناه اللغوي من الشرائع القديمه. قال تعالى: وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. يبقى دليل ان الوقوف ده والاعتكاف ده من الشرائع القديمه لكن بالمعنى اللغوي بالشروط بتاعتنا. جاء الشرع الشريف اختص الاعتكاف باحكام معينه فصار له معنى. واما بالكيفيه الاتيه فهو من خصوصيات هذه الجمله. قول: وهو لغه الاقامه على الشيء. لغه الاعتكاف يعني لغه الاقامه على الشيء اي المداومه والاستمرار عليه. سواء كان بمسجد او لا، بصفه مخصوصه او لا. فالمعنى اللغوي اعم من المعنى الشرعي كما هو الغالب. وقول من خير او شر بيان للشيء. فمن الخير قولك اعتكفت على عبادة الله تعالى أي أقمت عليه، ومن الشر ما في قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا.
أي لم نزال على عبادة الإبل مقيمين حتى يرجع إلينا موسى. وكذلك ما في قوله تعالى يعكفون على أصنام لهم. قول وشرعا إقامة بمسجد بصفة مخصوص، ده المعنى الشرعي. اشتمل هذا التعريف على أركان الاعتكاف الأربعة وهي اللبس والمسجد والمعتكف والمعتكف فيه، والمسجد المعتكف فيه والشخص المعتكف والنية. يبقى اللبس اللي هي الفترة نفسها من الزمن، والمكان كويس، والشخص اللي هو اللي هيعتكف، والنية. يبقى أربع حاجات، يبقى المكان والزمان والشخص والنية كده برضه. المكان ممكن في البيت على المسجد؟ لا، ما احنا قلنا الاعتكاف عند المسلمين لا يصح الا في المسجد الذي يصلى فيه الجمعة، كويس، عشان ما يضطرش انه يقطع اعتكافه ويروح المسجد يصلي الجمعة. لو مسجد لا يصلى فيه الجمعة لا يصح الاعتكاف فيه. لكن بعضها بطريقة التصريح وهو اللبس، والمسجد فإن الإقامة هي اللبس، وبعضها لا بطريقة التصريح وهو الشخص، فإن الإقامة تستلزم المقيم. والنية التي أشار إليها بقول بصفة مخصوصة كما أشار به شروطا للشخص، شروطا لشخص، شروط الشخص المعتبرة في المعتقد. كما أشار به إلى شروط، كما أشار به إلى شروط الشخص، إلى شروط الشخص. إلى شروط الشخص المعتبرة في المعتكف الآتية. ولو قال كما قال غير من شخص مخصوص بنية لكان أوضح. قول والاعتكاف سنة أي طريقة، وقول مستحبة أي مطلوبة، فاندفع ما يقال لا معنى لوصف السنة بالمستحبة، لأن السنة والمستحبة بمعنى واحد، ولك حمل السنة على معناها المشهور وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ويكون قوله مستحب للتأكيد. والأول أولى ليه؟ لأن قوله مستحب يكون تأسيسا بمعنى النية، والتأسيس خير من التوكيد. لأن ما نقول والاعتكاف سنة مستحبة، ونقول إن سنة بمعنى السنة اللي هي مستحبة، ويبقى هنا معنى مستحبة تأكيد لقوله سنة، أو إن أنا أقول إن السنة معناها طريقة وإن المستحبة معناها مطلوبة على سبيل الاستحباب، ويبقى هنا خليت سنة لها معنى ومستحبة لها معنى جديد يسموه تأكيد، فده أول من التأكيد، كويس. وقد عرفت أنه يجب بالنذر، يعني الاعتكاف سنة مستحبة، لكن إمتى يجب؟ يجب بالنذر، ويحرم كما إذا اعتكفت المرأة بغير إذن زوجها، ويكره كما إذا اعتكفت ذوات الهيئات بإذن أزواجهن، اللي هو كررهم فوق. قال وفي كل وقت أي ليلا كان أو نهارا في رمضان وغيره حتى أوقات الكراهة وإن تحراها، وذلك لإطلاق الأدلة. وقد ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال أوفي بنذر فاعتكف ليلة. وهذا مما يدل على أنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف، لأن الليل ليس محلا للصوم. نحن في يقولوا على دي، يقولوا على دي، يقول لك أصل ليلة المقصود بها ليلة ويومها، يعني وكلامهم برضه محتمل. مش انت ساعات تقول يوم وتقصد يوم ليلة، وساعات تقول ليلة وتقصد يوم 24 ساعة، صح ولا لا؟ فكلامهم واسع برضه، عشان كده الناس ما يغلبوش. فهمتني بقى ازاي؟ فانا بقول لك مهما يتناقشوا يفضل المذهب ده معتبر والمذهب ده معتبر. مهما يتناقشوا. ها؟ هو عندنا موسى 30 ليلة يعني قعدة من ايه؟ 40 يوم في الليل. فده عادي، لغة العرب واسعة. علشان كده ممكن ايه يعني احنا في بيقولوا معاك. اتفضل. ما علشان يصح الاعتكاف يبقى ايه شروط المكان، شروط المكان نفسه. واخد بالك؟ يقام فيه جماعات اولا، خمس جماعات.
ما تم الضيق عليه جماعة، وقد تكون يختار اليوم ده يوم الجمعة كان هو يوم أجازة، يوم يضيع الجمعة لا يوم يرتكب ونزل فيه جمعة ثم يختار الشهر. يعني ايه من الرسم انا حاسس فيها في الجاهلية؟ يعني قبل الإسلام كان بيتعبد الله برضه بس على مفهومه عن الله، فهمتني ازاي؟ مش كانوا بيطوفوا حوالين الكعبة وكانوا بيدعوا يقولوا يا رب كده برضه، صحيح كانوا مشركين لكن كانوا بيقولوا يا رب برضه، لكن بيظنوا ان الاصنام دي شفاعة لهم عند الله، لكن كانوا برضه يعني يعرفوا ربنا على اساس ان هو رب لكن ما يعرفوش انه اله، مش كده برضه؟ فهم كانوا يعني يتعبدوا بطريقته. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يعني من نذر خيرا فليفعله، سواء كان الخير ده نذره في الجاهليه او في الاسلام، طالما خير وجاء الشرع به، لكن لو نذر حاجه وجاء الشرع بخلافها ما يعملهاش كده برضه، لان النذور انواع، نذر بر ونذر مشروع ونذر معصيه، واخد بالك ازاي؟ نذر بر انك انت تنذر انك انت تعمل اي خير بلا سبب، تقول لله علي ما اصوم الاثنين والخميس محلي، مش معلقه بسبب، مثلا تقول لله علي ان اختم القران كل اسبوع، لله علي مثلا ان انا اذبح عيد واوزعه للبلاد كل مولد نبوي مثلا، دي كلها نذور اسمها نذور بر مطلقه، يبقى يجب الوفاء بيه كويس، وقد يكون نذر مشروط ويسموه نذر العوام وهو مكروه ولكنه يجب الوفاء به ايضا، اللي هو المشهور على لسان العوام، لو فقدت في ابني هذبح خروف، لو نجحت في الوظيفه الفلانيه هبقى اعمل عمره، واخد بالك ازاي؟ او لله علي لو شفاني اصلي 100 ركعه، كل دي نذور مشروطه، اذا حصل ما توقفت عليه وجب الوفاء بها وهي مكروهه اصلا لانها فيها سوء معامله وادب مخلوق. كويس؟ وفي بقى النذر المحرم، كان ينذر شيء محرم، يقول لله علي الا ازور عمي اللي اكل من راسي ده، ففيها قطيعه رحم، واخد بالك؟ صحيح عمه اخطا وخد حقه، نذر معصيه، لكن لا يسموه نذر معصيه، وهذا يحرم الايه؟ الوفاء به، يحرم لانه حرام، واخد بالك ازاي؟ ولا شيء فيه، لا ده في الضرب. وفي اراء ثانيه قال لك لا يكفر عن كفاره يمين، ولكن الراجح ان يكفر كفاره يمين اذا نذر في امر مباح الا يفعل مباح. ايوه فلا يعصي وما قالش عليه كفاره كده طالما معصيه، لكن لو نذر مثلا الا ياكل ملوخيه ثم بان له ان الملوخيه مفيده ولطيفه فيبقى ياكل ملوخيه ويطعم 10 مسكين او يكفيهم او ما عندوش استعداد يصوم 3 ايام كانه يمين، قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله اعلم، زي ما النبي نذر الا ايه؟ الا يشرب مثلا شراب فيه عسل او الا يشرب ماريه القبطية مثلا كما على سبب على السببين في اسباب نزول سورة التحريم، فربنا قال له يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله امركم، فجعلها تحلة يمين، يبقى لو حرم الانسان على نفسه مباحا فاراد ان ايه؟ او مثلا نذر شيء فبان له شيء افضل منه يبقى برضه كفر يمين ويعمل الامر. كويس؟ كان نذر مثلا ان يذهب للحج ماشيا. ما هو جاهل انه يذهب للحج ماشيا. لكن ده ظهر لي انه افضل منه انه يركب احسن بدل ما يعمل. كده هيوصل عيان مش هيعرف يحج ويرهق ارهاق بلا داعي. فيعمل ايه؟ يسافر يحج بالطياره ويطعم 10 وخلاص. ليه؟ لانه بنده افضل منه. أو ألف منه مثلا. أيوه. لا على سبيل الاستحباب. النبي بيربيهم. إنك أنت إذا عودت نفسك على فعل خير في أي حالة من أحوال حياتك ففعلها في الإسلام من باب أول. إذا كان الاعتكاف خير وكنت عايز تعمله في الجاهلية فأنت في الإسلام من باب أول تعمل الخير فده تربية.
لا ما هو احنا بنقول ليس على سبيل الوجوب، لكن ده على سبيل التربيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيربي، هو رايح يسال النبي يقول انا نذرت وانا في الجاهليه ان اعتكف الايه، فالنبي قال له ايه؟ اعتكف يعني لك ان تؤت، لك ان تؤت، يعني مش ما يمنع ينتمي دائما، لكن ليس على سبيل الالزام، ليس على سبيل الالزام. المخاطب بطول الشريعه خطاب ايه؟ خطاب مساءله في الاخره، وليس خطاب اداء في الدنيا، لانه ليس مؤهل. لا لا لا، ما هو مخاطب بطول الشريعه اي عقابا، لا اداء في الدنيا. مش انا اقول اللي كفر طب تعالى صلي، مش مهم خليك كفر كفر بس صلي، ما ينفعش. يعني انت مخاطب بطول الشريعه تعالى صلي معانا، ما ينفعش. لانه لو اتوضى بنهر النيل كله لا يرتفع حدث، لان من شروط النيه الاسلام عشان يصح وضوءه الاسلام، فلازم الاول يسلم عشان يعرف يتوضى، والا هيصلي بالظبط. فهو مخاطب بفروع الشريعه اي خطاب ايه؟ خطاب عقاب في الاخره، خطاب عقاب في الاخره بس. قوله في كل وقت اي ليلا كان او نهارا في رمضان وغيره حتى اوقات الكراهه وان تحراها، وذلك لاطلاق الادله. وقد ورد ان عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليله في الجاهليه، قال اوف بنذرك فاعتكف ليله. وهذا مما يدل على انه لا يشترط الصوم في الاعتكاف. قوله وهو في العشر الاواخر من رمضان افضل منه في غيره، أي أما الاعتكاف حال كونه في العشر الأواخر أفضل من نفسه حال كونه في غير العشر الأواخر الصادق بكل من العشر الأوسط والأول من رمضان وبغير رمضان الكلي، والأواخر بصيغة الجمع كما في بعض النسخ نظرا لمعنى العشر، وفي بعض النسخ العشر الأخير بالإفراد نظرا للفظ نفسه. قول لأجل طلب ليلة القدر، أي لأجل طلب الاطلاع عليها فيصليها، لما في الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأعلى مراتب إحيائها أن يحيي كل الليل بأنواع العبادة كالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء المشتمل على قوله اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، وأوسطها أن يحيي معظم الليل بما ذكر، وأدناها أن يصلي العشاء في جماعة ويعزم على صلاة الصبح في جماعة، ولا يختص فضلها بمن اطلع عليها بل يحصل لمن أحياها وإن لم يطلع عليها، خلافا لقول النووي في شرح مسلم ولا ينال فضلها إلا من أطلعه الله عليها. واضح الكلام؟ يعني هل فضيلة قيام ليلة القدر متوقفة على من علم أنها ليلة القدر؟ كثير من العلماء قال يشترط أن يعلمها علشان ياخد فضيلته، منهم الإمام النووي وابن أبي دمر نفسه في كتاب بهجة النفوس رجح ذلك، يجب أن يكون يعرفه عشان ياخد فضيلته. لكن الراجح واللي أميل أنا له وده رجحه الإمام الشيخ البيجوري، أنه هو لو صادف قيامه ليلة القدر وهو لا يعلم أنها ليلة القدر ياخد ثواب كويس. وعشان كده النبي كان ليه بيعتكف العشر الأواخر؟ عشان يرابط فيها ويعلم أمته المرابطة، فإن يعني رابطوا في العبادة العشر الأواخر يتيقنوا أنهم لابد أن يكونوا قد أحيوها، وده الحمد لله يعني ده توسعة على فضل الله من فضل الله. يعني لما تلاقي مذهبين، مذهب فيه تضييق للرحمة ومذهب فيه توسيع للرحمة، امشي مع مذهب التوسيع للرحمة. ليه؟ لأن ربنا واسع كريم، فاللي ماشي مع قواعد ايه؟ مع أسماء الله حلو. ربنا سبحانه وتعالى مش بيضيق ويقبض، لا ده رحيم ودود ولطيف واسع وكريم. فإذا المذهب اللي بيقول لك كده كريم، يعني إذا كنت أنت مثلا قاعد معتكف العشر الأواخر عشان تصيب ليلة القدر، فتيجي ليلة القدر وأنت ما تعرفش، يقوم تصلي طول الليل وربنا ما اديكش فضل، يعني انت متصور ان ربنا عامله بالطريقه دي؟ ده لو بني ادم عامله بالطريقه دي تزعل منه وتقول عليه مش كريم، صح ولا لا؟ هو ربنا كريم، هو اصلا اللي خلق الكرم، هو خلق الحلاوه كلها، فازاي عاملنا بالطريقه دي؟ لا، يبقى المذهب ده تضييق، واخد بالك ازاي؟ من الناس ما يحبوش، بالرغم ان جاي من عند مولانا الامام النووي على العلم رضي الله عنه، حلو الامام النووي، لكن ما عندوش الحته دي.
لان الامام النووي كان من اهل الكهف كان يعرف ايه الادب فبيتكلم من باب الحرم او كان يعرف كان الامام النووي اكبر وهو طفل صغير كان نايم في بيته في رمضان عنده 6 سنوات وكان في رمضان في الليل نايم قام قام بالليل كده وقال لي لابوه وامه السماء كلها نور قوموا صلوا يعني ربنا اطلعها ليله القدر وهو لسه عن 6 سنين عادي وكان يعرفه كده فالامام النووي وقام جمرة ولي كبير من اهل الكهف فليه رجعها زي ما هو عايز يقول لك لازم نعرفه كل واحد كان بيدرس من دين البنائي فانه في بدايه رحمه ربنا ده قوه ربنا سبحانه وتعالى عليه في قضاء الحمد لكن العوام اللي زي حالاتنا يمشوا مع فضل الله كده ويخليه كده في البركه واخد بالك ازاي الله اللي بيسموه الله بلغه المنذرين يعني ماشي على الله واخد بالك تبه لنا يعني تبه على الله ولا ينال فضلها الا من اطلعه الله عليها ده كلام مين الامام النووي وهو ثقه كلام الاولياء يعني اللي هم ايه ربنا بيكشف لهم نعم حال من اطلع عليها اكمل اذا قام بوظائفها ويندب اخفاؤها لمن راها لانها فضيله اجر ربنا كرمك كده في ثمن السنين واعطاك علامه من دي للاسف يفضل انك انت ما تخبرش لان اخبارك لاحد معناه انك انت اللي بتنصحه من يقوم ليه في هذا الباب انا مبين له قبل ده وفيها ده التذكير ده فالاحسن تطلب ما يعرفها الحمد لله كل جنب تمام وخلاص ولو انت رد الهندوم ده ممكن يكونوا كمان في الموقف في التلفزيون ويبهدلوك يقول لك شفت ايه وعملت ايه زي الراجل اللي في الحفليه السرديه قال لهم ده رسول الله حاضر معانا عملوها موال طب الرسول ده معانا على طول اعلموا ان فيكم رسول الله بس هو الراجل استشعر هذا المعنى لحظه لكن هو الرسول معانا على طول اصلا ولو غاب عنا لحظه ما حيينا لان لابد من نعمتان نعمه الايجاد ونعمه الامداد ولا ايجاد الا بواسطته ولا امداد الا بواسطته لانه هو الرحمه يا سلام فكيف يغيب صلى الله عليه وسلم فمستحيل ده معانا في كل نفس والا ما يبقاش في نفس ما شاء الله ما يغيبش لكن هم مش فاهمين الحكايه دي بكره يفهموها ويندب إخفاؤها لمن رآها لأنها فضيلة والفضيلة ينبغي كتمها وهي أفضل ليالي السنة في حقنا أفضل ليالي السنة في حقنا غير أفضل ليالي السنة في حق النبي في حق الأمة أفضل ليالي السنة ليلة إيه؟ القدر طب وأفضل ليالي العمر ليلة المولد النبوي الله أكبر دي أفضل ليالي عمر الزمان كله عمر الأكوان كلها أفضل ليلة فيها هي ليلة الميلاد النبوي الشريف لأن لولا الواسطة لذهب الموصوف لولا واسطة النبي لذهب الموصوف وهي معرفة الله وعبادة الله وقراءة القرآن ومعرفة الجنة والوصول للمراتب والمقامات كل الحاجات دي ما كانتش تتم إلا لما يتولد النبي أنا أفضل ليالي السنة هي ليلة القدر أفضل ليالي السنة هي ليلة النبي أفضل ليالي السنة في حقنا لكن بعد ليلة المولد الشريف شفت بقى لكن بعد ايه المولد بس ليلة المولد الشريف هي أفضل ليلة في عمر الأكوان لكن أفضل ليلة متكررة تبقى لسنك افهم الكلام أفضل ليلة على الإطلاق في عمر الأكوان كلها هي ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لكن أفضل ليلة متكررة كل عام هي ليلة القدر واضح؟ ويلي ليلة القدر ليلة الإسراء لأن فيها إكرام نبينا وإكرام نبينا حيث رأى ربه دونا عن سائر خلق الله المكرمين وكلمه كفاحا بغير حجاب واخد بالك كان في إيه؟ في ليلة الإسراء والمعراج وكرامة النبي كرامة لنا يبقى على طول ليلة الإسراء من إيه؟ من ضمن الليالي العظيمة عند الأمة لأن أي تعظيم للنبي تعظيم دي مش كده برضه؟ نعم
التانيين يقول لك ايه الاحتفال بليله الاسراء بيدعم فاهمين المعاني دي ان اي عظمه للنبي عظمه للناس صلى الله عليه وسلم اي كرامه للنبي كرامه للناس اي فرح للنبي فرح للناس صلى الله عليه وسلم ويلي ليله القدر ليله الاسراء ثم ليله عرفه ثم ليله الجمعه ثم ليله النصف من شعبان دي كلها فوائد ايه فضائل الليالي زي النهارده ليله الجمعه واما بقيه الليالي فهي مستوية والليل أفضل من النهار عموما طب أيوم أفضل الليل ولا النهار الليل أفضل من النهار والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سابق سابق زمانا وسابق قدما كلام القرآن عالي يحتمل كل المعاني مش تفتكر سابق في الزمان بس لا وسابق في الفضل كمان عشان كده صلاة الليل أفضل الصلوات إذا ما قلنا بالصلوات النهارية لوقوعها في طول الزمن. وأما في حقه صلى الله عليه وسلم فقد أفضل ليلة الإسراء والمعراج لأنه رأى ربه فيها. يعني إيه رأى ربه؟ الناس مش فاهمة. يعني إيه رؤية ربه؟ يعني إيه ما شاهدش؟ اللي قاعد الصوفية يقول لك وصل إلى مقام مش فاهمين. المشاهدة هي أن ترى تجلي الله فيك. فإن رأيت تجلي الله فيك لأنه لولا تجلي الله فيك ما ظهر لأنه لولا ظهوره فيك ما ظهرت دون حلول خد بالك فإذا أدركت ذلك فقد شاهدته ولما كان تجلي الله أكمل ما يكون في حالة في صورته للنبي صلى الله عليه وسلم فكانت رؤية النبي أكمل الرؤية لأنه هو محل التجلي الأعلى صلى الله عليه وسلم مبلى الكمالات الإلهية الأعظم كما قال سيدي أحمد بن المنذير مبلى الكمالات الإلهية الأعظم هو النبي فلما أظهر الله له حقيقة تجليه فيه رأى ربه وهو أقرب إليه من حبل الوريد فلما رأى ربه أدرك العلو فارتفع شأنه فوق ارتفاعه أولا لأنه في كل لحظة مرتفع وعلشان كده رؤية الله في الجنة كل مرة مش زي اللي قبلها كل مرة مش زي اللي قبلها لأن كل مرة أنت بتفتقي بتجلي جديد فلما ترى مرة أخرى بترى تجلي أرقى من التجلي السابق فلما تشوف التجلي الثاني تتقي ثاني تقوم تشوف ثاني فيظل المؤمن مشتاقا الى ربه متحرقا لرؤياه ولا تنتهي لانه لا يتقيد في تجلي حيث انه هو المطلق. ما شاء الله. ادي الحكايه لكن الناس مش فاهمه فاهمه ان هو هيشوفه كده صوره يعني صوره كده تفضل كده فما يمل. ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تملي. ما شاء الله. لا يحيطون به علما لا تدركه الابصار ويدرك الابصار الحكاية سهله فالنبي يرى الله اي يرى الله فيه اي تجلي الله فيه فكل يرى الله على قدره في الجنه فاهل الجنه مش كلهم يرى الله بنفس رؤيه الانبياء ولا الاولياء ولا الصالحين ولا سيدنا رسول الله يعني رؤية الله وتجليه على أهل الجنة يتجلى في لحظة واحدة فيرانا الأنبياء والمرسلون والأولياء وأهل اليمين كل متفاوتون في الرؤية والكل يرى الله لأنه لا يتقيد بقيد بل يرى محل تجلي الله فيه فكلما كمل كمل التجلي وكلما نقص نقص التجلي والنقص في المتجلى عليه لا في المتجلي واضح لأن المتجلى عليه مرآة فكلما ثقلت كلما ظهرت الصورة أوضح وكلما قلت ثقلها كلما اختلفت الصورة وكلما انبسط سطحها أو تكعر سطحها أو تدرب سطحها تختلف الصور والمتجلي واحد والصور مختلفة. الله واضح الحكاية سهلة. الله وهذا الشكر بيقول لك فالافضل ليله الاسراء والمعراج لانه راى ربه فيها وانما كانت افضل الليالي في حقنا لان العمل فيها خير من العمل في الف شهر تعالى ايه رجع للاستدلال كما قال تعالى ليله القدر خير من الف شهر اي العمل فيها خير من العمل في الف شهر ليس فيها ليله القدر وسميت بذلك لانها ذات قدر وشرف او لتقدير الاشياء فيها
قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. فالضمير راجع إلى ليلة القدر عند الجمهور من المفسرين، وبعضهم رجعه لليلة النصف من شعبان. فتقدير الأشياء فتقدر الأشياء وتثبت في الصحف فيها وتسلم لأربابها من الملائكة في ليلة القدر. يعني في ناس التي بعض العلماء قال لك ليلة النصف من شعبان تقدير إجمالي، وفي ليلة القدر تقدير تفصيلي. واضح؟ ففي تقدير إجمالي يتم في ليلة النصف من شعبان، والتقدير التفصيلي يظهر في ليلة القدر. وهي من خصوصيات هذه الأمة في ليلة القدر، وهي باقية إلى يوم القيامة. وما ورد من رفعها فمعناه رفع تعيينها وعلمها بخصوص، لا أنها رفعت من أصلها، ومن علامتها أنها تكون لا حارة ولا باردة. وعن تطلع الشمس طبيعتها بيضاء ليس فيها كثير شعاع، ويندب أن يجتهد الشخص في يومها كما يجتهد في ليلتها. ونقف وهي عند الشفيرة ظلام حضرة عصر بكر. نقف الباب. والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم علمنا وفقنا ونبذنا بما نورنا بما نورنا. صلى الله عليه وسلم. يا رب العالمين.